منطقة صدقة بجبل السرج تبعد 30 كيلومتر على ولاية سليانة، وين نلقاو برشا مسالك سياحية. في البلاصة هذه بنات جمعية المغامرون للتنمية بسليانة ليكودوم. فكرة جات على الأول، احنا مغرومين بجبل، مغرومين نطلعوا ديما للجبل شاك ويكاند. بدينا على الأول نبيتوا بحذا لي فامي داك لي فامي الموجودين في جبل السرج. بشوية بشوية تخلقت هذيك الثقة ما بيناتنا، قلنا علاش ما نبنيوش البنية هذه تستقبل العباد، خاطر خاصة في سليانة عندنا مانك نتاع ليبرجمون، ما فماش لي جيت رورال، ما فماش. البنية هذه تعملت لفائدة شاب من المنطقة باش يولي مسؤول عليها وتولي مورد رزقو. الكودوم هذه باش نستفاد منها، باش نولي نبيت فيها لي فامي 6 بيرسون، هكا فهمتني، مش نستفاد منها انا ويستفادوا منها جماعه المنطقه لهنا، سيرتو عندي شكون تخدم معايا لهنا في 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 التطييب، وان شاء الله كيف يتحسن المشروع هذا ويتطور نولي نستقبل ناس اخرين ولي يخدموا معايا. بالنسبه اللي مش يجي دوم الزي معناه يحاول يخلي التليفون بعيد، معناه على خاطر هو في الحاله كل مش يلقى على النيريزو، معناه يحاول يجي باش ينحي التليفون، نحي مع ستريس نتاع الدنيا نتاع الجري. ليكودوم صديق للبيئه، تبناه بشكاير سكر وفارينه معبين بالتراب، في عود السيمان استعملوا التراب الابيض والتبن كيما الطريقه التقليديه بالضبط. ليكودوم هي معناها إذا كان مش حاولوا نترجموها في العربي هي القبة الإيكولوجية، معناها على الفورم نتاعها هذيك، علاش هي فورم نتاع قبة. الفورم هذيك الفورم جيومتريك هذيك يكون معناها عادة يكون صحيح في الزلازل، معناها يقاوم الزلازل، خاطر ماهوش حيوط فورمة واحدة أوني. الجماعة هذه فما أول عباد استغلت الدوم هذه بالنسبه كحرفاء وكدخل الامين الزين. جيت انا والعائله كامله باش نعديو ليله هوني في الدوم، سمعت بها في شفتها على الفيسبوك وعجبتني، دونك قلت علاش لا ما نجرب، معناها كمان حاجه جديده نبعد على ستريس نتاع السونتر فيل والانترنت وكل شيء، وعيشه نتخيلها تكون حلوه، معناها مش فكره باهيه. بالمشروع هذا تطمح جمعية مغامرون للتنمية بسليانة إحياء المنطقة هذه والتعريف بها، لاستقطاب أكبر عدد من السياح والنهوض بقطاع السياحة البيئية بولاية سليانة.